في عندنا موضوع مهم جدا اللي هو السب تايب والدومين الموجودات عندنا في هذول الطبقات. مثلا عندنا هاي طبقة المباني بيظهر عندنا بهاي الطريقة، وطبقة التري أيضا بيظهروا عندنا بهاي الطريقة. كيف أنا بدي أقوم بإنشاء الدومين والسب تايب؟ أيضا في هذا المقال موجود عندنا كيف نقوم بإنشائهم، السب تايب والدومين. نروح على الأرك ماب، بدي أقوم أنا بإنشاء سب تايب على التري. لو كنت بإلغاء هاي الطبقة وأضفتها كمان مرة تظهر بهذا الشكل، لكن لما أربطها بالسب تايب كنت تظهر بشكل تفصيلي أكثر من الشكل العادي. بروح أنا على طبقة التري، بضغط عليها دبل كليك أو رايت كليك وبروبرتيز، بروح على قائمة سب تايب، بختار اسم الحقل اللي بدي أربطه بالسب تايب اللي هو التايب اسمه، بدخل هون الكود وهون الوصف. عندنا اللي رقم واحد بيكون مثلا شجرة زيتون، نكتب واحد يساوي زيتون، رقم اثنين يساوي مثلا لوز، رقم ثلاثة يساوي شجرة كرز على سبيل المثال، ورقم أربعة شجرة نخيل. بعد ما أكتب هدول القيم والكود بضغط على أبلاي وبعمل له أوكي. باجي بضيف طبقة التري كمان مرة، بحذفها بضيفها، تظهر عندي بهاي الطريقة. أما بالنسبة للدومين، أنا بقوم بإنشاء طبقة اسمها بيلدينج، نعمل نيو فيتشر كلاس واسمها طبقة المباني، نوعها بوليجون، نعمل نيكست، نقوم باستيراد الحقول الخاصة بالمباني. بعدها نعمل فينيش. وأقوم بربط طبقة المباني أيضا أقوم بربط طبقة المباني في السب تايب من خلال عدد الطوابق. أنا بربط السب تايب، أنا رقم صفر اللي هو طابق أرضي، رقم واحد اللي هو طابق أول، وبهاي الطريقة. نضغط على ابلاي ثم اوكي. نضيف طبقة المباني تظهر عندنا بهاي الطريقة. وعشان نضيف دومين، فأنا من خلال قاعدة البيانات بضغط عليها رايت كليك وبروبرتيز، من خلال واجهة الدومين بقوم بكتابة أي دومين أنا بدي إياه، أو من خلال أي طبقة دبل كليك أو رايت كليك وبروبرتيز، وبروح على واجهة الدومين الموجودة في السب تايب. الدومين اللي بدي أقوم بإنشائه أنا خاص في طبقة المباني كما هم موجودات في هذول الطبقات، لو رحنا على طبقة المباني في عنا الدومين واليوزر، عنا الدومين اللي هي حالة البناء واليوزر اللي هو الاستخدام. كيف أنا بقوم بإنشائهم؟ بروح على قاعدة البيانات، بضغط رايت كليك وبروبرتيز، بقوم بكتابة اسم الدومين الأول، نسميه الاستخدام، طبعا ضروري نختار النوع يكون value، ونقدر نكتب له وصف، مثلا الوصف يكون استخدام البناء. بننزل على واجهة الكود وبنكتب رقم واحد يساوي استخدام سكني، رقم اثنين تجاري، رقم ثلاث سكني وتجاري، بهاي الطريقة. أنا أقوم بعدها بضغط على أبلاي، بقوم بإنشاء دومين ثاني اسمه حالة البناء. حالة البناء يا بكون جاهز، هاي رقم صفر، طبعا ما كتب عندي رقم صفر، ليش؟ لأنه لازم يكون نوع الدومين أكواد.
فأنا بختار الكود رقم 0 يساوي بناء جاهز، رقم 1 بناء قيد الإنشاء. أنا هيك قمت بإنشاء دومين، بختار بضغط على أبلاي ثم أوكي. بدي أقوم بربط هذا الدومين في السبتايب الخاص في المباني. طب أنا ليش بدي أكون أربطه؟ لأنه أنا لما أقوم برسم أي بناء بختار أول إشي عدد الطوابق، بعدها إذا ما كنت باختيار عدد الطوابق ما بقدر أعطيني الدومين الموجود عندي. خلينا نطبق هذا الإشي عملي. يعني أنا لو قمت بإضافة طبقة المباني، بعدها فتح التحرير عليها، نروح على الواجهة الخاصة بالجريد فيتشرز ونختار نرسم بناية. مثلا هي طابق أول، هيك رسمنا إحنا أول بناية. طبعا عندي السكيل عالي جدا أنا، خلينا عشان هيك ما رضي يرسم، نروح على 1:1000، نختار هذا البناية، نروح على الأوبن أتريبيوت تيبل. بقدر اختار انا عدد الطوابق اللي فوق الارض، عدد الطوابق الاسفل، عدد الطوابق تحت الارض، ونوع الدومين واليوزر. هذول انا لازم اني ادخلهم من خلال الدومين اللي كنت بانشائه. طبعا انا ما ربطت الدومين في السب تايب عشان هيك ما ظهر عندي، لكن السب تايب هي موجود عندي بهاي الطريقة. بقدر اغير نوع السب تايب اللي انا رسمته لهذا البناية، لكن الدومين اللي انا قمت بانشائه ما ظهر لانه ما تم ربطه في السب تايب. بنقوم باغلاق هذا الاديت، ما بدنا نحفظ هذا الشغل، نضغط على نو، بنروح على طبقه المباني دبل كليك عليها، بنروح بنحدد اول كود عندنا في السب تايب، وبنروح على الدومين، الدومين اللي هو الاستخدام، واليوزر اللي هو حاله البناء. انا فقط عرفت للطابق الارضي، يعني نكتب هون طابق ارضي، طابق ارضي عرفت عليه الاستخدام وحالة البناء. والطابق رقم 1 خليني برضو اعرف عليه الدومين او السب تايب. نضغط على ابلاي ثم اوكي. لو قمنا بفتح الإيديت كمان مرة على طبقة المباني ورسم طابق ثاني بهاي الطريقة، نعمل Open Attribute Table، ما إجا عندي اليوزر والدومين اللي هو حالة البناء واستخدام البناء. لكن إذا أنا قمت باختيار طابق أول، هي ظهر عندنا الاستخدام، وأيضا عندنا نوع البناء إذا جاهز أو قيد الاستخدام. لكن إذا كنت باختيار الطابق الرابع مثلا ما بيظهر عندي الدومين. عشان يظهر عندي الدومين لجميع طبقة المباني بقوم بتعريف الدومين على جميع مدخلات السب تايب. هاي رقم 0 جاهز وهذا جاهز، رقم 2 طابق الثاني غير مربوط بقوم بربطه، وأيضا رقم 3 طابق الثالث بقوم بربطه في الدومين. الطابق الرابع بنفس الطريقة، نضغط على أبلاي ثم أوكي. برجع أعمل Start Edit، بختار اوبن اتريبيوت تيبل، وبهاي الطريقه انا بقدر اختار جميع الدومين والسب تايب. اي مدخل في السب تايب بكون يظهر عندي الدومين. نقوم باضافه الخريطه اللي تم ارجاع جغرافي لها، اسمها ستدي اريا. بعد ما ضفناها على التيبل اوف كونتنت بنروح على رايت كليك على هاي الصوره، نعملها زوم تو لاير. هاي الصورة الجوية نقوم بإضافة الخريطة اللي اسمها تيست،
اعملها زوم تو لاير ونكون برسم ستادي اريا لإلها.